مساكني فما شانس من المساكني 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 يدخل المساكني وزع والهدف الاول للترجي الرياضي. الهدف الاول للترجي الرياضي بالنيران الصديقة، النيران الصديقة والرؤوس النيجيرية تتكفل بوضع كرة المساكني في الشبكة. 1-0 للترجي الرياضي التونسي. الهدف الاول للترجي الرياضي وهو التاسع هدف الترجي في دوري المجموعات، وهو ايضا اللقاء 13 على التوالي الذي يسجل فيه الترجي دوليا، والعاشر في الشامبيونز ليج منذ ملحمة الواك هدف فارس صنفول. هنا الهدف الافتتاحي 1-0 1-0 لمساكني، كرة تضرب الراس من المدافع رقم 16 رقم 16 يحط كرة في الشبكة اي بي توكوا، والنتيجة على عرضية مساكني جول. الترجي 1 سانشاين ستارز لا شيء. الترجي إذن يتقدم هنا في الملعب الأولمبي بيراد.